نظمت مؤسسة استقبال الطفولة حفل يناير، وهو فرصة لإبراز التراث الثقافي والاجتماعي الذي تزخر به بلادنا الجزائر. عرفنا الطفل أول مرة يعني بحفل يناير، كان اللي أول مرة يحتفل به، كاين اللي يعني عرفناهم كيفاش الغزال، كيفاش وريناهم الأواني الفخارية، وريناهم الصوف، وريناهم يعني كيفاش جدودنا كانوا، وريناهم القفة، اللبس التقليدي.